السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله ما فيديو جديد. غنحضر معكم همبرجر منزلي طلبا ورغبة لبنتي، يعني بغاتو باش ديه معاها المدرسة. فكرت نشاركو معكم وحتى نتوما ديروه لوليداتكم، بالخصوص كيف ما عارفين انهم كيقراو يعني النهار كامل، يعني كيتغداو في المدرسه. خصنا ضروري شي حوايج اللي تكون منزليه ويكون يعني تكون مزيانه نعطيوها ليهم باش يتغداو بها. مهم بالنسبه لهذا الهامبرغر، بالنسبه للعجين غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق الابيض، هي جوج بابل 500 غرام، وغنحتاج جوج معالق كبار حليب غبرانيدو، معلقه صغيره ديال الملح، والملح كيبقى على حسب الذوق، معلقه كبيره مع مراج ديال السكر، السكر خشن، ومعلقه ونص ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، ومعلقه كبيره خميره الفوريه، وبيضه وحده. فكيف كتشوفوا معايا، فاول حاجه غادي ناخذ النواشف، غادي نضيفوهم على الدقيق، نضيفو كلشي الا الزبده اللي ما غنضيفوهاش. الزبده هي اللي ما غاديش نضيفوها. غادي نخلطو النواشف مزيان مع الدقيق، وغنضيفو بيضه وحده، وغناخدو الماء المعادي مع درك الحل سخون أو الماء دافي. صافي، وغادي نبداو نجمعو العجين ديالنا. من بعد خديت العجانه وضفت فيها العجين وخليته حتى دلك شويه، والعناصر ندمجوا مع بعضياتهم. اللي ما عندهمش العجانه يعني من اللي تجمعوا العجين بالماء دلكوه شويه مزيان، وعاد باش ضيفوا معلقه ونص ديال الزبده وعاودوا ثاني دلكوه. ملي ضفت الزبده عاود شعلت العجانه باش داك باش الزبده تدخل في العجين مزيان وتدلك مزيان. فممكن هذه الطريقه البنات، ما تحتاجوش العجانه، انكم ديروها غير بيديكم، دلكوها المره الاولى وضيفوا حتى يندمجوا المكونات، وتضيفوا عليها معلقه ونص ديال الزبده، ودخلوا الزبده مزيان في العجين. ومن بعد ما دلكات مزيان، يعني خديت اناء دهنته بشويه زيت وحطيت فيه العجين، وغادي دابا نغطيه ببلاستيك غذائي حتى يتضاعف الحجم ديالو ويرتاح شويه. من بعد ما خمر العجين وتضاعف الحجم ديالو، غادي نحيدوه، غادي نحيدو ليه يعني الهواء اللي فيه من الداخل، وغادي ناخذ شويه الدقيق وغادي نرشو به سطح العمل، وغناخدو العجين غادي نحطوه فوق من الدقيق، وغادي نقسموه. انا هنا قسمته على خمسة الكرات، الا بغيتوهم يكون الحجم ديالهم متوسطين قسموهم على عشرة الكرات، الا بغيتوهم يكون الحجم ديالهم كبير فقسموهم على خمسة الكرات حتى لستة الكرات، ولا بغيتو الحجم ديالهم يكون صغيرين يعني ميني هامبرغر فقسموهم من 20 كرة حتى 25 وحدة. فهذا هو القياس ديالهم، بحيث كيزيدو يتزادو شوية، يعني راح كيزيدو يخمروا شوية. من بعد ما قسمتهم على خمسة الكرات، خديت لاطا دهنتها بشوية الزيت وحطيتهم فيها. دابا غادي نغطيها بشي زيف وغادي نخليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم، عاد باش غادي ندهنوهم. غناخدو صفر ديال البيضة، غضفت عليه قطرات من الخل وشوية من صلصة الصوجة. كيف كتشوفوا البنات، من بعد ما تضاعف الحجم ديال الهامبرغر، دهناه بخليط ديال البيض مع صلصه الشوجه ومع قطرات من الخل. ممكن تعاودوه يعني تدهنوه غير بالحليب او غير بالبيض مع شويه الخل، يعني الاختيار كيبقى كيرجع ليكم. اي حاجه عندكم في الدار هي اللي تخدموا بها. وغرشوه بشويه جنجلان، ممكن تعاودوا جنجلان بالبافو، وممكن تكتفيوا غير بجنجلان. دابا غنشعلوا ليه الفران يسخن. من بعد ما ندخلوهم الفران تكون العافيه غير من التحت حتى يطيبوا مزيان، عاد باش نشعلوا عليهم من الفوق باش يتحمروا. ها هما البنات، من بعد ما طابوا كيجيو على هذا الشكل، كيجي العجين ديالهم زوين، كيجيو محمرين وبحال القطن وخفاف وناجحين 100%.
خديت البطاطا وقطعتها على شكل فريت، غادي نديرها في كاسرونه وغادي نضيف عليها الماء والخل والملح، وغادي نديرها فوق البوطه حتى تطلع على غاليه ونطفي عليها. خديت الفريت من بعد ما طاب نص طيبه درته في اللاطه وضفت عليه شويه الزيت وخلطته مزيان، وغادي ندخله الفران باش يتحمر وممكن تقليوها. فهنا البنات خديت الكفته ودرتها بحال هكا على شكل دائري، وغادي نحطها في المقله. كيف كتشوفوا في المقله يعني عامره، رفيت صوبت واحده قبل. غندهنا غير بشويه ديال الزيت، غير شويه لان الكفته كتطلق الزيت. وغادي نحطوا الكفته فوق من المقله ونحاولوا نقدوها شويه من الجناب. فإلا كان عندكم الإطار فخدموا به من الأحسن، فأنا ما كانش عندي هادشي علاش خدمت غير بلا إطار، وكنت حتى زربانة يعني حتى عطيتها لوليداتي بيجدوها معاهم المدرسة، يعني حتى الصباح حتى بديت كنصوب يعني كان الضغط ديال قلة الوقت هادشي علاش. فلكان الإطار من الأحسن ديروها في الإطار، وحاولوا البنات ضروري ما ديروا الدائره ديال الكفته تكون كبير على الهامبرغر، لان الكفته من بعد ملي كطيب يعني كتصغر بزاف كيف ما غتشوفوا معايا. فانا راه درتها كبر من الهامبرغر ومع ذلك صغرت بزاف. فمن بعد ما كطيب الكفته على الجهه الاولى وكنقلبوها، فكنحطوا فرماج ديال الساندويتش فوق من الكفته. ضروري ما نحطوا الفرماج دابا باش يذوب، ونحاولوا نغطوه بشي حاجه. ناخذ الخبز الهامبرغر كنقطعو على جوج، كناخذ الجهه الاولى وكنديرها بحال هكا طيب شويه فوق المقله، يعني كيف كتشوفوا البنات غير شويه بحال هكا كنسوطي من الاولى، وحتى الثانيه نفس الشكل غادي نديروها فوق من المقله وغادي حتى هي نسوطيوها شويه. كناخذ المايونيز وكندهنوا به الجهه الاولى ديال الهامبرغر، كندهنوها مزيان بالمايونيز. غادي نحطوا الكفته هي الطبقه الاولى فوق من الهامبرغر. انا واخا درت الكفته يعني كبر من الهامبرغر يعني، ولكن صغارت بزاف. من الاحسن تكبروا الكفته يعني مزيان الا بغيتوا تجيكم دائره ديال الكفته قد الدائره ديال الهامبرغر، فلازم تكبروها مزيان. انا راه واخا كبرتها يعني في الطياب صغارت، فلازم تكبروها مزيان باش ملي تحطوا يعني الكفته فوق من الهامبرغر تجيكم قياس واحد. فخديت مطيشه وقطعت هذا وائر وحطيتها فوق من الكفته، وخديت الخس حتى هو وحطيته فوق من المطيشه، وخديت الطبقه الاخرى ديال الهامبرغر ودهنتها بالمايونيز والكيتشوب. هذا هو الشكل النهائي ديال الهامبرغر، كيجي زوين وكنتمنى يعجبكم. كيف ما شفتوا رافقته بالكيتشوب والمايونيز والفريت. فانا درت غير جوج يعني صوبت غير جوج على حسب وليداتي المدرسه، وثلاثه الاخرين فقطعته من الوسط ودرته في بلاستيك غذائي ودخلته المجمد بحال هكا ملي نبغيهم القهوه واجد يعني نخرجهم ونصوب غير الحشوه ونعمر لهم الهامبرغر باش يدوه معاهم المدرسه. فكنتمنى تعجبكم الفكره ديال اليوم. يعجبكم الهامبرغر اللي حضرت معكم اليوم وكيجي بعجين ناجح وزوين. وبسلام عليكم ودمتم في رعاية الله.